مساء الخير على حضراتكم وأهلا وسهلا بكم. بنقترب بإذن الله من أيام العيد ونهاية الشهر الكريم، لكن كلها إن شاء الله أيام خير وبركة بإذن الله. لسه زي ما بقول مع زملائي الأعزاء، الشهر ده من جماله بجد بيجري، وهتلاقي جماله لأنه لمتنا، لمت العيلة، لمت العيلة وحتى لمت الأصحاب. الأصحاب بيتحولوا مع بالذات لما تكون الصداقات الطويلة، بتبقى زي العيلة، وتلاقيه داخل جوه عيلتك يعني، وتلاقيه معزوم معاك عند خالك ولا عند عمتك ومعاك، فده أجمل شهر. وحتى زملاء العمل الكل بيبقى فيه كده أجواء، والناس بيبقى عندها كده روحانيات لطيفة. يا رب يجعله شهر جميل ويبقى عليكم عيد سعيد وجميل. احنا بنعيش أيام لطيفة جدا بعد تنصيب السيد الرئيس الحقيقة وولاية جديدة. ده بيخليني أرجع تاني وأشوف إنه المصريين الحقيقة عملوا سنوات من العمل والكفاح طويلة، وكانوا يد بيد مع السيد الرئيس. وحتى السيد الرئيس طول الوقت دايما بيقول بأنه الشعب أنت معايا، أنت معايا في الحكم، أنت معايا في كل المسار وفي كل الطريق وفي كل الخطوات. فاكرين كويس قوي لما بدأنا المسيرة من 2013 وبدأنا نشم نفسنا ونبص بقى على بلدنا ونقول بقى عايزين نعمر وعايزين نطلع وعايزين نتحسن. وطبعا لما بدأ الرئيس السيسي ورسم خريطة طريق الجمهورية الجديدة وبدأ يعتمد على إنه عايز يبني ويعمر ويجري، امبارح لسه كنت بتكلم يعني الطريق من قصر العابدين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سنوات من العمل مستمرة، مشروعات أنت بعينك نفسك طول ما أنت ماشي في شوارع القاهرة أو في المحافظات أو في مصر بشكل عام، عينك على طول بتشوف المشروعات اللي كلنا بنشارك فيها، مشروعات بيعملوها ولادنا يعني إذا كانت الدولة بتخطط، لكن اللي بينفذ المشروعات سواعد المصريين كله. لكن أنا عايزة أتكلم كمان النهاردة عن أهم حاجة أنا شايفاها، المكاسب اللي أخذتها المرأة المصرية، إيمان القيادة السياسية بالمرأة المصرية بدورها، مش بس بدورها داخل أسرتها ولكن دورها في المجتمع. وحنبدأ نتكلم كده مع بعض، هنشوف إنه مثلا لو بنتكلم عن المرأة في مجلس النواب، هتلاقي إن نسبة التمثيل للمرأة زادت بشكل كبير جدا ووصلت ل 27.8%، وده كان عام 22 بعد، وطبعا و165 مقعد، وده كان تمثيل للمرأة بشكل طبعا هائل. كمان هنشوف إنه المرأة وجودها في السلك القضائي وصل إلى 3115 قاضية عام 2022، وبالمقارنة ده ب 20 بنفس المقارنة بكام قضية كانوا موجودين حتى في عام 2014. وإجمالي كمان الدبلوماسيين من السيدات كمان نفس النسبة زادت بشكل كبير، ولأول مرة منذ سنة 76 يتم تعيين كمان 98 قاضية في مجلس الدولة. فأنت هتلاقي كل الأماكن اللي المرأة بتبقى موجود فيها حصل زيادة وحصل يعني تعديل وحصل مساواة وحصل إنها تبقى موجودة في المناصب العليا، وده طبعا يعني خلى إدى ثقة للمرأة. مش بس كده، حتى المرأة في الفن بدأت تاخد وضعها، بنشوف البطلات وبنشوف وضعها، بنشوف كمان قد إيه قدرت كمان الدراما مثلا تناقش كمان مشاكل المرأة بصوت عالي وتفتح ملفات مغلقة بقالها سنين. خليني كده أروح لتفاصيل أكتر مع طبعا الزميلة العزيزة اللي مشرفانا كمان كمرأة مصرية، وهي رئيس تحرير اليوم السابع، الأستاذة علا الشافعي. مساء الخير يا علا. مساء الفل يا استاذه شفقي عليكي وعلى كل متابعينك ومشاهدينك، وكل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه، وانا كده يعني هقول بمناسبه بانه يعني نحن نحتفل بالمراه المصريه، فانا سعيده انتي واحده من يعني السيدات الفضليات اللي تقلدتي مناصب وتستحقيها بجد يعني، وشيء مشرف. بشكر حضرتك جدا. حقيقي وجودك في اليوم السابع، وجودك كمان في الدراما، وطبعا الدراما المصريه السنه دي الحقيقه مشرفه.
بشكل كبير. انت اي حته علا بتبقي موجوده فيها، بس انا مفتقداكي كمان كناقده فنيه هنا، يعني مفتقداكي جدا. معاكي طيب، معيش معاكي. خلينا كده نقول انه سنوات من العمل، سنوات من البناء والتعمير، ولكن الاهم هو انه التقدير للمراه المصريه اللي حدث في هذه السنوات، تشوفيها ازاي؟ أنا بشوف إن ده يعني كان من حقوق المرأة المصرية اللي كانت يمكن أقدر أقول مهدرة لفترة طويلة. ابتدت تاني إن هي بتستعيد مكانتها، ابتدت إن هي بتتصدر الإحساس بالتقدير اللي هو جاي من رأس الدولة. بشوف إن ده شيء كبير جدا جدا، المفروض إحنا بشكل أو بآخر، أنا إن شاء الله شخصية ممتنة للي بيحصل لكل الفائدات مش زي أنا بس. فأتمنى إن الحالة دي تنعكس حتى على المستويات التعامل بقى العادي من الناس. يمكن سيادة الرئيس كان اتكلم على فكره التقدير بقى وفكره التعامل، وان المراه هي ند للرجل، يعني هي مش اقل منه في اي حاجه، فعشان كده هي متقلده عديد من المناصب، موجوده في وزارات مختلفه، في هيئات دايما حضرتك سردتي بالارقام. صحيح. موجوده في الخارجيه او الدبلوماسيه المصريه، يعني الاعداد الحمد لله في ازدياد. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان ده يبقى كمان ينعكس بقى في العمليه التعليميه، الوعي عند الطلبه باهميه زميلته اللي موجوده جنبه، ان هي زيها زيه، كائن زيها زيه، ده مهم جدا، لان احنا عانينا لفتره طويله من تراجع على مستوى الافكار فيما يتعلق بفكره الرجل والمراه. كل اللي بتمناه مع اللي حاصل على الارض بخطوات فعليه وخطوات سريعه جدا من راس الدوله، ان يكون كمان بالتوازي مع ده في العمليات التعليميه وحد الثقافه المصريه والوعي المصري، ده هيفرق كمان كتير جدا فيما يتعلق بدور وتاثير المراه المصريه. أكيد. طيب خليني بقى، بما إن يعني علا الشافعي موجودة، خلينا نتكلم كمان عن ما حققته الدراما بالنسبة للمرأة في السنوات، يعني في نفس السنوات دي أنت شايفة حققت إيه الدراما؟ بصي، الدراما على رأس، يعني أقدر أقول نوعين، على فكرة وجود البطلات الكبار اللي هم من يعني طول مش تاريخ الفن المصري هم موجودين وعندهم أعمال بأسمائهم، كمان وجود المؤلفات بقى، في عندنا مؤلفات سيدات مهمات جدا جدا، ولهم تجارب مميزه وبصمه مميزه، وايضا المخرجات السيدات. ده بقى في تزايد من سنه للثانيه بسنه بعد اخرى. اقدر اقول كمان على مستوى الموضوعات اللي بتتقدم وبتعرض قضايا ليها علاقه بالمراه. انا بشوف ان ده حصل فيه طفره برضو على مدار سنوات، دي بتناقش كل ما يتعلق بقضايا المراه، وده مهم، القاء الضوء على ده بشكل كبير جدا بيعمل حاله من التراكم والتوعيه. فاللي حاصل السنه دي مثلا، انا ممكن اقول ان يمكن ما يبقاش صارخ ومتصدر المسلسل بعينه زي ما كان حاصل مثلا في عمل فتح الحرج او غيره، ولكن ان احنا عندنا الحقيقه السنه دي نماذج مشرفه من مخرجه مهمه زي صحيح قدمت تجربه مهمه جدا طبعا. وجود فده دايما بقول هو ده الرهان الحقيقي، اسماء في الكتابه زي سمر الطاهر وغيرها في تجربه بدون سابق انذار، انا بشوف ان ده انجاز كمان صحيح مهم جدا للدراما المصريه في هذا العام. صحيح. وهم شباب مش كبار، وده طبعا من اهم المميزات الموجوده في هذا الموسم، اللي فيه تنوع على مستوى الموضوعات، على مستوى الاجيال المشاركه في هذا الموسم، مش بس في التمثيل ولكن ايضا في الاخراج والتاليف، في تنوع على المستوى الكبير ده بالنسبه للستات والرجال. أكيد. علا الكلام يطول، وإن شاء الله يكون عندك متسع للوقت، ونتكلم بقى على الدراما بتنوعها هذا العام، وهتفضل دايما المرأة المصرية الحقيقة يعني هي كمان زي ما المجتمع بيقدرها وزي ما القيادة السياسية بتقدرها، هي كمان هتبقى هي قد التحدي طول الوقت. بشكرك جدا زميلتنا العزيزة الأستاذة علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، وإلى الأمام دايما. مفيش مجتمع أبدا ممكن ينجح لو المرأة مش موجودة في وضعها السليم فيه، صدقوني، لأنه بالذات المرأة المصرية هي حاضرة موجودة، يعني موجودة بشكل كبير، موجودة في بيتها، موجودة في مجتمعها، موجودة في الشارع. فلو كانت مقدرة وكانت يعني بتحظى بالاهتمام وأيضا بتحظى بالأمان، وإن هي من حقها تخطو خطوات وإن هي تبقى موجودة وتبقى في القيادة، أعتقد هتلاقوا دايما المرأة المصرية هي حاضنة كمان للوطن ولأولادها. فاصل قصير وأستكمل مع حضراتكم بإذن الله باقي فقرات التاسعة، عودوا إلينا.
رمضان لسه يعني في بيوتنا ولسه في حياتنا ولسه بنتابع طبعا يعني ما تقدمه الدراما على شاشة رمضان. مواهب كتيرة الحقيقة موجودة في رمضان بتطل علينا كل يوم مشاهد مختلفة. يعني أنا سعيدة إنه رمضان بيبقى هو المهرجان الفني اللي بتقدر كمان المواهب الجديدة إنها تظهر من خلاله، بيبقى عندهم فرصة في المشاهد وفي الأعمال. فنانة ملك زاهر وملك الحقيقة أثبتت وجودها جدا في مسلسل محارب، وطبعا ده مش غريب عليها، يعني بنت فنان كبير وبيت فني كبير، وطبعا الإخوة كلهم الحقيقة بيشتغلوا في مجال الفن، وكفاية بس إن يبقى الأب الفنان الكبير أحمد زاهر وأكيد بيتابعوه، وهي نفسها فنانة من وهي صغيرة. احنا فاكرين كويس قوي فيلم طبعا عمر وسلمى، وعارفين إن هي بادئين من وهم صغيرين جدا. خليني أروح لملك زاهر الفنانة. مساء الخير يا ملك. مساء النور يا أستاذة، أولا بشكرك على المقدمة الجميلة، ثانيا كل سنة وانتم طيبين، يا رب كل المشاهدين يكونوا كويسين وكله زي الفل، رمضان كريم. طب بقولك ايه يا ملك، انت كده بقى يعني بتنافسي كمان يعني بشكل كبير، يعني بتنافسي أختك كمان، يعني انتوا الاتنين بتتنافسوا بشكل كبير كده، يعني كلميني الأوضاع عاملة ايه في البيت يعني. هي مش منافسة، احنا بنفرح لبعض، و دايما لما كل حد فينا بيجي له شغل بنقعد مع بعض نقرا سوا وندي ارائنا لبعض وكده، فاحنا كلنا بنكون كاننا كلنا بعملين كل عمل لوحده فينا كان كلنا عاملينه، فاهمه قصدي؟ طبعا. قولي لي بقى، ملامح الشر دي جبتيها منين يعني؟ يعني خدتيها منين؟ يعني هل مثلا متابعتك للفنان احمد زاهر في حاجات كتير في اعمال اللي بيبقى فيها اكشن وشر، ولا دي بقى يعني ده مجهودك انت الشخصي؟ والله بصي، هو اكيد انا يعني وجودي في بيت زي البيت اللي انا عايشه فيه دلوقتي، بيت فني، بابي طبعا ومامتي اكتنج كوتش واخواتي ممثلين كمان، ده اكيد مأثر، وانا صغيره وانا في اللوكيشن يعني مولوده في لوكيشن زي ما بيقولوا طبعا. بس طبعا يعني انا يعني اشتغلت كتير قوي على الشخصيه، وقعدت ذاكرت كتير قوي عشان اعرف اخلي الناس بجد يعني تتضايق من رندا وتستفز منها، لان انا شخصيتي الحقيقيه مش كده خالص. ايوه طبعا، يعني وفكره كمان هي اقرب ليكي، لان فكره طبعا الناس اللي بتقدم محتوى على السوشيال ميديا والناس اللي هي بقت يعني بقى بالنسبه لها عباره عن يعني هوس اكتر منه يعني حاجه حلوه بيعملوها يعني. مظبوط. طيب قولي لي الاجواء في المسلسل اخبارها ايه؟ هديت الحاله واسمك اتكتب كويس، وفنان حسن الرداد قال اسمك، وكله كنتوا عاملين اجواء قبل رمضان جامده على السوشيال ميديا. احنا قلنا نهزر كده، هو استاذ بشير عمل فيديو كده لذيذ مع استاذ حسن، وقال له قول اسماء الكاست في 20 ثانيه وبتاع، هو طبعا ملحقش يقول اسماءنا، فاحنا قررنا ناخد الحوار ده نعمله هزار، وبعدين طبعا طلب من استاذ احمد زاهر نفس الحاجه، فنفس ما برضه غلط، فقلنا تعملوها هزار كلها يعني. بالظبط، والحمد لله الناس اتبسطت يعني. طب قولي لي بقى، لما المسلسل بدا مين بقى اللي بيتابعك؟ مين اللي بيقول لك بابا ماما، ولا بتخافي ما بتحبيش بقى بتبقي قلقانه هيقولوا ايه؟ يعني اكيد دول اول ناس بتبقي عايز تعرفي انطباعهم ورايهم. طبعا انا اصلا قبل اي حاجه ليا ببقى قلقانه ومتوتره جدا، ما بتفرجش على نفسي خالص طول ما انا بصور. اول ما بيتعرض ببتدي بنقعد كلنا الحقيقه لكل مسلسل لحد فينا، بنقعد كلنا نتفرج ونقول ارائنا لبعض وكده، ببقى مستنيه رايهم طبعا اول ناس، وهم الحقيقي يعني احلى حاجه فيهم ان هم اكتر من هم مشجعين، هم اكتر ناس بينقدوا، فعشان يبقوا بيقولوا لي يعني الكلام الحقيقي 100% ما بيبقاش مجامله. انا طبعا بستنى رايهم اول ناس، الحمد لله هم مبسوطين بيا قوي السنه دي الحمد لله. انا عارفه نفسي اجيب كرسي كده واقعد عندكم في البيت واشوف مين بقى نازل اوردر، مين عنده توضيب، مين مش لاحق يعمل ايه، يعني اكيد المنطقه دي رايح جاي فيها ناس كتير عندهم شغل. صعب يعني، مامي بتقول لي دايما احنا البيت هيمشي بينا. احنا كل شويه حد خارج، حد داخل، حد بيصور، حد راجع، وحد مستعجل، وحد مش لاحق، وحد بيدور على حاجته. انا بالظبط، احنا رمضان ده ما شفناش بعض يعتبر، يعني كلنا لسه بنصور. أيوة. انا ومنى وبابي لسه بنصور، فيعني ما بنشوفش بعض يعتبر. أكيد. أنا بتمنى لك التوفيق يا ملك، وإن شاء الله نشوفك دايما ونشوفكم في أعمال حلوة، ونشوفكم كمان مع بعض، يعني عارفة زي أفلام القديمة بتاعت زمان، السبع بنات والحاجات دي، ممكن جدا تعملوا حاجات مع بعض يعني.
اتمنى. شكرا لذوق حضرتك والله، وميرسي على الاستضافه والمداخله اللذيذه دي، انا بفرج جدا. يلا الى الامام دايما، وتحياتنا لعائله زاهر كلها. اشكرك شكرا جزيلا يا ملك. زي ما قلت لحضراتكم، بيبقى فرصة حلوة جدا إنه الوجوه الشابة كده تلاقي فرصتها في رمضان. مفيش شك طبعا يعني نجاح مسلسل الحشاشين هذا النجاح الكبير حقيقة. امبارح وأنا بتفرج على الحلقات، لا يعني كريم عبد العزيز عدى الليفل، يعني اللي هو أنت قاعد مقتنع إنه هو حسن الصباح. يعني حتى الحوارات اللي ما بينه وما بين مراته، على فكره مراته هي اللي بتكشفه، هي اللي بتخلينا دلوقتي خلاص خلاص بدأنا يعني نكره بقى حسن الصباح وننسى كريم عبد العزيز ونتفاعل معاها، وانه فعلا هو مش حقيقي جوه نفسه، وانه هو عايش كده في بالونه من الاوهام والتطرف الغريب. لكن طبعا نجاح مسلسل الحشاشين يعني خلينا طول الوقت احنا قاعدين بنشوف هذا النجاح بشكل كبير، وبنتابع طبعا حاجات كتير جدا، يعني تفاصيله كتير الحقيقة، تفاصيل التصوير والأداء والممثلين، المعارك اللي بتحصل، قد إيه التنفيذ منتهى الدقة، دقة عالية جدا في التنفيذ، بيحاولوا طول الوقت إن هم يعني أنت ما بتلحقش تحس إمتى ده بيحصل، وبتصدق على طول. كمية المعارك مش سهلة، يعني كمية المبارزات، السيوف، القتل، العنف، الضرب، حاجة الحقيقة أكيد أخدت وقت طويل وتدريب. وكمان الكاميرا، يعني الكاميرا هنا بتصور، على فكرة بيبقى في الأعمال زي دي بيبقى في منفذين فقط للمعارك، ومنفذين فقط للمشاهد دي، ومدربين والصوت وحاجات كتيرة قوي. خليني أعرف تفاصيل كتيرة. شايفين الصورة كلها معارك، نروح لمصمم المعارك، لأنه الحقيقة الأستاذ أحمد عبد الله أكيد بذل مجهود جبار علشان الصورة يعني تبقى بهذه المصداقية العالية. أستاذ أحمد عبد الله، مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك عامل ايه؟ يعني المشاهد الحقيقة بتاعة المعارك مجهود كبير، تنفيذ عالي المستوى، دقة عالية. كلمنا بقى الوقت خد قد إيه، والتنفيذ قد إيه، والمشاهد دي بتتصور كلها لوحدها طبعا. الوقت خد والله خدنا وقت كبير جدا، خدنا حوالي 3 شهور تدريب الممثلين يوميا ما بين 3-4 ساعات كل يوم لمده 3 شهور. الخيول خدت منها تدريب حوالي من شهر لشهر ونص. لا الحكايه كانت صعبه جدا جدا جدا. وحضرتك بتكلمني يا استاذ احمد، احنا بنشوف الميكنج بتاع المعارك، الميكنج نفسه لوحده جبار، يعني هو الميكنج نفسه مرعب. يعني انا امبارح بتفرج على المشاهد، القتل والضرب وحركه السيف بالذات لما بيشيلوا رقبه حد، دي لوحدها يعني. كمان انت عندك الممثلين دي ناس طبيعيه، هل كان فيه بدائل ستانتس، ولا كانوا الممثلين بيعملوا، ولا في منفذين معارك معاهم؟ لا كان الممثلين هي اللي عملت، ما كانش ليهم ستانت، الممثلين بنفسهم اشتغلوا، لان احنا قعدنا المران زي ما قلت لحضرتك حوالي 3 شهور. كان معانا طبعا كل الناس بقى اللي حواليهم في المعارك دي كلها، دي ناس ستانت مدربه على الحاجات دي طبعا، لان النوعيه نفسها بتاعت المسلسل احنا مش بنعملها كتير عندنا. طبعا. فكان لازم نمرن حتى الستانت اللي هي شغلتهم الاكشن، كان لازم نمرنهم على طبيعه المعارك دي. فكره كمان الخيل والحرب والجري والصحراء وكمان طريقه يعني انا شفت كمان المشهد بتاع يعني الامير او الملك السلاجقه وهم بيرموا الكوره الناريه على القلعه، يعني حاجه كانت الحقيقه فظيعه. المنجنيك. المنجنيك ايوه. لا والله يعني بص، كل الحاجات دي كانت محتاجه تجهيز كبير قوي، وكانت محتاجه حسابات كتير قوي، فتعبنا قوي في ان احنا نعملها. بس اكتر حاجه كانت تعبانه في الحكايه الخيول طبعا، لان يعني احنا ما عندناش في مصر خيول مخصصه للمعارك. ايوه، ما خيول مش خيول بتاعه المعارك، فات عليها قرون يعني. في الخيول اللي موجوده دلوقتي خيول لطيفه يعني.
خيول بتاعت نزل السمان اللي هي بالظبط، يعني اللي هي بتتمشى في الهرم ولا في اي حته طبعا. بالظبط هي دي الخيول، فكان لازم نمرنها كتير جدا عشان تبقى في الاجواء بتاعت الحرب. يعني الحصان لما بيحصل جنبه اي حاجه طبعا حيوان، يعني مش فاهم ايه اللي بيحصل، فبيبقى رد فعله ما حدش بيعرف يتوقعها يعني. فكان لازم تدريبهم فتره طويله ان على الاجواء دي، في نار وفي ناس بتقع وفي حصنه بتقع وفي ناس بتجري جنبك وفي حروب جنبك وسيوف فكل الاجواء دي بالنسبه للحصان هو غريبه عليه. طب استاذ طبعا واضح الصوره باينه. استاذ احمد كمان، يعني اولا انتوا بتعملوا المعارك بملابس تقيله لان دي ملابس الحرب، وخوذة وحزمة ويعني ومصدات وحاجات كتيرة قوي، بدروع كمان كتيرة قوي معاكو. طيب ده كمان بياخد وقت، انت هنا بيتحرك معاك المخرج بيبقى عنده كمان لازم يظبط معاك كل الزوايا علشان الدنيا تبقى مظبوطة. بتعملوا بروفات مثلا على مشاهد المعارك ولا خلاص ده بيبقى اتفاق ماشي وبتظبطوها ازاي؟ لا احنا فتره التدريبات بتبقى فتره جنرال على سيف وخيول والحاجات دي، بعد ما بنخلص الفتره دي بنبدا نرسم المعركه، المعركه دي بتترسم وبنبدا المرحله الاخيره بتاعت التحضيرات، بيبقى البروفه بتبقى بالملابس بالسيوف بالخيول في اللوكيشن نفسه اللي احنا نعمل في المعركه عشان كل واحد هيعمل ايه ويروح منين ويجي منين ونصورها ازاي. فالحكايه كلها بتبقى كله في التحضير بيحصل بكل اللي احنا شفناه على الشاشه بقى، يعني أكيد. كل ده حصل قبليها في اللوكيشن لمده 3-4 ايام قبل ما نبدا نصورها. اكيد، يعني كل معركه بيبدا بيبقى عندها بروفاتها الخاصه عشان يبقى التدريب قوي عليها. طيب بالنسبه بالضبط. كمان للساده الفنانين، وفي الحقيقه عدد من الفنانين في وجوه كتير جديده ويعني خبرتها لسه مش كبيره، ولكن الحقيقه قبله بلاء حسنا. يعني اولا هو يعني عليه انه يثبت نفسه كممثل، وفي نفس الوقت كمان معركه واجواء، فيعني المساله كانت صعبه. كنتوا بتتعاملوا مع ده ازاي؟ طبعا ده حقيقي، يعني ما هو التدريب بيخليكي تحفظي، التدريب بيخليكي تركزي في ان انت تبقي فاهمه زي التمثيل بالظبط. يعني انت لما تبقي حافظه المشهد بتعرفي تمثلي، لو مش حافظاه فبيبقى في توتر في الحكايه. هي نفس فكره الاكشن نفسه، ان انت لما تبقى متمكن قوي من الحكايه وحفظتها صح بتعرف تعمل جنبيها اي حاجه، يعني تبقى مركز. ايه اصعب المعارك يا استاذ احمد؟ ايه اصعب المعارك؟ والله اصعب المعارك الحشاشين. حشاشين كلها يعني كل حاجه صعبه. هي كل الحشاشين صعبه، ولكن يعني ابهرتونا الحقيقه، وعمل داق وكله فيه اتقان عالي المستوى وشيء مشرف الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا مصمم معارك مسلسل الحشاشين احمد عبد الله. العمل لما بيكون فيه هذه الدقه لازم ينال كل هذا النجاح، لكن الحقيقه احنا سعداء بهذا النجاح، سعداء بهذه الدقه عاليه المستوى. وهيبقى في فرصه على فكره بعد رمضان، لانه طبعا احنا في وجود الشهر الكريم الواحد بيبقى عنده حاجات كتير، لكن أعتقد هذا المسلسل يحتاج لمشاهدة كمان تانية فيها بقى كده زي ما بنقول كده بالراحة ومتابعة ودقة، هنستمتع كمان أكتر وأكتر. فاصل ونتواصل مع حضراتكم في التاسعة، عودوا إلينا. طبعا شاشة رمضان بتاخدنا بقى لأعمال كتير جدا. ضيفي هو الفنان طارق النهري، والحقيقة الفنان الكبير طارق النهري التقيته رمضان اللي فات، كان راجل طيب كده والشر على قده، لكن السنة دي قرر إنه ينزل بكل الشر. يعني قال لك إذا كنتوا فاكريني طيب، لا تعالوا بقى في المعلم. عامل دور حلو جدا مع الفنان الكبير مصطفى شعبان، وفي جودر غلبان جدا، طيب وغلبان، وهنشوف ايه اللي هيحصل. الفنان طارق النهري منورني، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. خلاص احنا بقى عندنا ميعاد سنوي مع بعض هنا. يعني نعرف ايه اللي بيحصل يعني. اكيد. طيب انت يعني من جعفر العمده، يعني كان عندك شر بس ايه، كنت برضو منكسر من ولادك من اللي بيحصل. لكن قررت تبقى انت الشرير في المعلم. هي تغييره طبعا جميله جدا، استفزتني.
ان انا اغير شكلا وموضوعا وكل حاجه في التغييره ديت. احنا تعودنا الشرير تلاقي ده انا شنب ومش عارف عامل ازاي ووشه. لا انا قلت لهم لا، انا عايز اغير الملامح تماما، وراجل مسبسب وجميل وبتاع ستات وبيدلع وبيدلع. أيوه. فالمخرج هو والاستاذ عمرو درديري المؤلف، يعني مرقص عادل او المؤلف، اجتمعنا على حاجه واحده وعلى الحاله، والحمد لله ان احنا طلعنا بيها بالشكل دوت. يعني الحمد لله. فكره بقى تجاره السمك والعالم بقى اللي انتوا معيشينا فيه، يعني يمكن ده برضو عالم جديد وحلو في الدراما. عامل طبعاً. صوره حلوه قوي قوي يعني. اكيد. هي كلمني عن كواليس بقى المعلم. طبعا هي حكايه سوق السمك من زمان، من فتره. انا بحب الصيد جدا، فبيستهويني جدا السمك وصيد السمك وكده. فلما جت الفرصه بقى ودخلت بقى نعمل سوق السمك، فبدات استمتع بان انا اقعد مع الولاد اللي احنا جايبين ناس بجد من حلقه السمك وسمك بجد، ونقعد نتناقش في انواع السمك وحاجته وحالته. انما دراميا الموضوع ساري جدا، شعبيا واجتماعيا. فلقينا فيه الحاجه زي بيقولوا لك الضاله المنشوده اللي احنا عايزينها، يعني سواء الشركه المنتجه او الاستاذ مصطفى شعبان والمؤلف عمرو درديري واحمد الشواف وكده والمخرج مرقص عادل، اجتمعوا على حدوته وتوليفه هيلاقوا فيها ثراء شديد جدا في العلاقات الدراميه، في الصراعات. صح. في الشر، في الخير، في الصوره كمان رائعه. والصوره طبعا يعني انا مش قادر انسى محمد خالد والمجهود اللي عمله عشان يطلع الصوره الجميله ديت بجد. انا عايز اقول لك انا استمتعت مع الناس دي لانهم مجموعه كبيره جدا فعلا، كفحنا كفاح عصيب جدا، وكنا بنبات ليالي في الاستوديو. أيوة، عشان يطلع الشغل بهذه الجو. طيب خلينا كده يعني نشوف من تجارة السمك فاصل، وحرجع للملك بيناس. بيناس بقى ده قصة تانية في جودر. نشوف كده مع الفنان طارق النهري. فاصل قصير. واضح ان الفنان طارق النهري قرر ينافس نفسه كمان السنه دي في رمضان. وجودك في اكتر من عمل طبعا مرهق اكيد عليك جدا، بس برضو اختلافهم بيدي يعني بيديك احساس. جودر بقى انت في عالم الفانتازيا والخيال. ده شيء مبهر وشيء جميل، ومخرج عبقري. وكتابه انور عبد المغيث الجميله، فنان ياسر جلال، الشركة المنتجة اللي ما بخلتش في حاجة خالص عشان تطلع الصورة بالشكل الجميل ده. عمل يعني احنا صور، انا صورت في 3 ايام بس كانوا هلاك طبعا. يعني ونورة عملت شغل الحقيقة يعني جميلة، عزبتك جميلة، فنانة عبقرية جدا، عاملة دور هايل. لا هو شريرة بس قوية. يعني هو المسلسل ككل بيرجعنا للدراما المصرية القوية قوي التقيلة. صح. الجميلة. فأنا استمتعت بيها. الديكورات أستاذ طارق بتديك الإيحاء فعلا إنك في أجواء خيالية. ملك. ملك، وفي أجواء خيالية وجن وعفاريت وحاجة كده، والإضاءة وحركة الكاميرا لا بجد كان كل العناصر متألفة على ان هي تطلع. احنا بنشوف مشهد من تعذيبك طبعا. المشهد ده مشهد فظيع. انا خدت فيه 3 كرابيك بجد حقيقية. لو كنت في يعني نور عندها القوة دي. لا هي غصب عنها لان هي ما بتستخدمش ايدها الشمال قوي. فكانت لما بتضرب فغصب عنها بينزل على جسمي بجد، فكنت بصرخ صرخة عالية جدا، دي اللي كانت بتبقى الضرب بجد. دي حقيقية. حقيقية من الوجع. بس الحمد لله عدت على خير يعني. يعني وبعدها تاخد بريك بقى ترتاح يعني. مفيش بريكات. ده التلات ايام واحنا بالمنظر اللي انت حضرتك شايفاه ده. واولا المكيير كان عبقري.
طبعا اللي عمل التركاج بتاع الرجلين طبعا اللي تبقى جبس وصخر لا 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 كل حاجه كانت مدروسه وبتتعمل صح. وده كمان بيحضرك انت كممثل للحاله انك تدخل في ديكور حقيقي فانت بقيت الملك فعلا. يعني جزء من انه يحضرك انت شخصيا اللي بقى صخره ومش عارف يتحرك ومش عارف يعني. أيوة. وشوفي تركيبه الشعر. ايوه احنا ما عرفناكش في الاول على فكره. لا طبعا في اتقان عالي المستوى. والتركاج اللي اتعمل عشان يجيبوا الطائر دوت ونور تركب عليه لا حدوته جميله جدا وشيء انا سعيد بان انا اشتركت في العمل ده. اكيد اللي هو احساس كمان الاعمال اللي فيها اتقان وفيها انتاج ضخم بتبقى حاسس انه جميل ان انا ليا دور ومشاركه هنا وبتحسي بطعم النجاح وانت في لحظتها فعلا. يعني انا واحنا بنصور قلت لياسر جاي قلت له احنا المسلسل ده هيبقى عبقري. ده حقيقه واضح يعني الحقيقه الوقت طبعا لانه بيجري جدا لكن انا يعني بحييك تاني على النجاح العام التالي على التوالي. الحمد لله. وتحب تقول ايه بقى لدورك في جعفر العمده؟ انت انتصرت لدورك يعني خدت حقك في المعلم. لا انا عايز اقول ان الاستاذ محمد سامي المخرج اهلني نفسيا بعد فترة توقف طويلة. أيوه. إن أنا أرجع بقوة طارق الممثل. اللي أنا كنت افتقدتها فترات. أنت حسيتها في المعلم. طبعا حسيت بقى. لأ وبعدين خصوصا أنك نجحت كمان في جعفر العمدة فكنت داخل المعلم بقى خلاص يعني اتأهلت فعلا. والدكتور مرقص كمل معايا في الشغل ده. لأ أنا السنة دي الحمد لله ربنا كرمني بثلاث أعمال والسنة اللي فاتت ثلاث أعمال الحمد لله رب العالمين. بجد أنا سعيد جدا أن أنا اتحطيت في مكانة حلوة يعني. أكيد إن شاء الله نرجع نلتقي تاني ونتكلم أكتر بتفاصيل. وبقول لك كل سنة وانت طيب ودايما منور والدراما حلوة بكل الفئات اللي بتقدم الأعمال الجميلة. أنا عايز أقول لحضرتك كل سنة وانت طيبين والتلفزيون العربي كل سنة وهو طيب والشعوب العربية كلها وشعب مصر بالأخص بقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر مبارك إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة وانت طيب. كده وصلنا إلى نهاية لقائنا النهاردة. غدا هيتجدد اللقاء معاكم مع التاسعة. أما أنا بإذن الله حلقاكم بقى بعد العيد أكيد بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وبألف ألف خير.